بلغني أيها الأستراريد بسعود الأول يد واسمه هنا جنبي عندي في وجهه بعض بي يلعب حديد دايب عبدي بنتي 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 اللمبي موضوعي بقى طرطة وبنكو فيه صوري قولوا للتاريخ اللمبي ايه تحكي لهم أساطير الهيل اللي ما بزيهما وتتتتت يا عتتة هتبنوي بعدين تاريخ المهن المشرف بينهار كله قدام عينيا الله يخرب بيوتكم والله ما عارف اعمل ايه انا وولادي ايه انت فينك ايه لحد في عند وقتي انت شايفه انا بالصالحه انت صالحه لا انا في الفرن في الكيتو ونعمل احسن يعني احنا موجودين في البيت بقالنا كتير ماشي ماشي بس براحة انت شايفة جده في حتة شايفة جده اجري بس براحة طيب طيب براحة بس يا لميس اجري لوحدي يا لميس وي ما تنزل ما تنزل لميس ما تنزل انتوا فين لميس يلا هاني ها تسكتي هاني بقى بس نسيتي بقى وده ايه حاجة غريبة جدا انا بطلبك انت قافله تليفونك ليه ايه يا جدو احنا كنا في الجنينه بنشم هوا وبنلعب يعني ما خرجتوش
ايه ده؟ وانا كان ممكن نخرج ونبي ما قلتليش ليه كده يا لموسه؟ كنا رحنا جامعة الديون العربية وكان كشري عند فرغلي وسن ريبسي عند عصير العسل. سكر سكر يا تحت سكر. انا ما فيش حاجة كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاك شوية. ماشي. طب هو بدل رأسة دي خطرته دي في فريندز. ماشي؟ ماشي هاتي. انت انا بنزل في ايه؟ اهي. اهو؟ ايوه برافو. مواعيد حبيبتي. انا هزودلك بعد يا دموسه. ماشي. كده؟ راح. تاخد دموسه. ماشي. بس. مش عايز اجيب لك شاي المكتب؟ لا. بتصعب ولا ايه؟ خلاص. انت بتصعب؟ الله. ماشي خلاص. تسمع على خير يا ميزو. لا دغور اسمعي. انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع عطاطا، لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر. انا خايف لا ترقطي منها كام لفظه ولا كده تبقى مصيبه. ايه ده؟ لا طبعا دي رقيقه جدا ونضيفه قوي من جوه يا شيخه. ايوه يا بابا يا أسأل غدبانا والنبي ترارارارارا أسأل مدومة والنبي. إيه يا قطاطا اللي عملتيه في أوضتي ده؟ مغسل هدومي. هدومك؟ طب ما إحنا عندنا غسالة. طب افرض النور قطع جوزك يعمل إيه؟ ينزل وسخ وسط النسوان ويتريقوا عليك ويقولوا الست دي معفنة؟ الست دي مش مهتمية بجوزها؟ يا قطاطا مش متجوزة. يا بنت أنت اللي تركزي، لازم تتعلمي متجوزة أو مش متجوزة. بصي لازم تتعلمي. تعالي. تعال اجي. تعال يا عادي يا بنت. ايه؟ اقعد امسك الحته دي. امسك انا معلمك حاجه جوزك هيحبك عليها. ام راسي بقى كده. انت تغسلي فانيله نمله؟ انزلي اغسلي بايدك كلها كده. هاتي عافيه نمله، هاتي عافيه كده. هاتي عافيه يا بنت كده بخاطر كده خلاص اهو. ام راسي جامد. ايوه جميل قوي. يا سوري يا نهار اسود. ايوه ام راسي كده. ايه المصيبه دي؟ في ايه؟ بخاطر كده حلو قوي. في ايه؟ انت بتعلمي البسها بقى؟ انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت. بعدين ما تبقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات. يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش ان انا. ايه؟ ايه؟ قومي بره. قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما بالراحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. مين اللي قايم اهو؟ انا عارفه الارض من جنفلاتها. مش راحه. هو راح فين؟ طلع بره. يلا طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي. لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي. يا طاطا تعالي بقى. ماشي بابا. انت جاي اهو الباب اللي مش عارفه هو فين. وبعدين اجي فين؟ انت عايز ايه؟ تعالي اقعد عايز اتكلم معاك. انا مش عارفه بس يعني ايه. ايوه اقعدي يا اختي اقعدي اهو. ايوه انا منك مش عارفه ايه. نعم. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول ايه؟ اخذ اتجوزت واحد بكحيان وتضمن وطير السلك تعمل ايه؟ انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ايوه ده حد ده من عمره. ما يمكن وانت قاعد دلوقتي يفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه. ما بقاش في عباس النهري ولا غيره. تعمل ايه؟ انت بتفولي عليا يا وليه اللي هي ربنا ياخدك. اه يا راجل انا بحبه ولا بتبين يا عباس بيه. يا عباس بيه فهمني شويه. البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حبي ايه وتتحبي ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره دي ايه يا عمر؟ ده ليه صغيره؟ انت عارف وانا في سنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع ناس عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. يا اخويا بقى ولا مربيها ولا منزله ولا بتاع بقى. انت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ مدفوع كده شويه.
استحضر كده شويه يا عباس. انت جيت في مره كده من واحده كده رحت جايب لها صباع رز، جبت لها صباع رز مره كده انت فاكر؟ جيت في مره رحت جايب لها مسكره، جيت حسيتها في مره كده في مره من المرات كده ان هي بنتي وكبرت بقت عروسه بقت حلوه وطلبها الاكل، وتقعد بقى تتشرط وتحط رجلي على رجلي وتقول لي انا مش عايز العريس ده، لا انا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ انت جد انت تمشي على كده؟ انا ما بحبش اسمع الكلام ده، تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع انت ما انا مش هيفهم معاك اي حاجه خالص كده، ما انت راجل ما تتعاشرش، طلعني انا مش سايقاك. عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي، واللي عرفتي على طول بتخش برضه القلب. وكمان جمال وانوثه، تحبي منظمبلي، تحبي باديكير مانيكير، ادعك في كعب رجليكي، اعمل لك مساج، انا بحبك قوي يا انوثه. واللي عرفتي محصوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا لا ما بيش نفسي هتاكل. حاضر يلا يا بنتي نحمده، هاتي الاكل. لا يا معلم، هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاك بالزنجان ده؟ يا اختي باخد فيها ثواب، خدي كلي. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ ليه البنت دي صوتها حد قوي؟ ممكن تعمل شريك قوي او لولو. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي. انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا ريتي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي. وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي. الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعد ما زدت كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. قبل العربيه دي طعميه؟ لا فضلت خيرك كفته. نعم النبي والنبي كفته. ربنا كولي دان اسلوتي اسلوتي. هل رأيك حلوة مش كده؟ كولي يا اختي حلوة قوي. كولي كولي ليش. ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه رايق يا سمير. مالك؟ انا عايز حقي في عمليه قطاط على داير مليم. وبات الكلام رايق يا صالح ما تفتح. حاضر حاضر يا سعاده البيت. حاضر. هيا عم صالح. ازيك يا سمير؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي دي باروكه ممكن العب بيها شويه؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حته هديه، تعالي معايا اوريها لك. يلا انبسطي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجه بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجه يا صالح؟ اسمها ليلى، جوزك لايف على حته جديده.
بس شكلها قلبت غرام وهيام. ازاي؟ بعدين هقول لك. امتى؟ قريب هقول لك ما تقلقيش. العزل ريس. طمنا عليها يا دكتور لو سمحت. هتقولي ريس. ان شاء الله لو عدى 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى ال 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه، كينيا ولا طحان؟ تبادر؟ ولا خط المنبر؟ منبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ أنتوا فتحتوا فين دراع عشان تسرقوا مني دي؟ وأنا دكتور أنا مالي عملية؟ أنتوا دكتور الأعضاء؟ نعم؟ أنتوا بتتاجر في دكتور الأعضاء؟ أعضاء مين؟ إيه اللي أنتوا معلقوني ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ ده أنا مش عايز جلوكوز، أنا عايز سوبيا. سوبيا إيه؟ ما أنا عايز سوبيا. عايز سوبيا أو خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر هندي مين؟ وأنت اللي حاطط عندك بدل يا عمر فين لميس؟ يا عمر؟ أيوة فين لميس؟ لميس أنا كلمتها وجيالي. لميس. الله. أنا عايز لميس. هو أنا مت ولا إيه؟ مت فين؟ ما أنت بتنيلة قاعدة أهو زي القرد. اصحي كلميني. اوعى ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ لميس يا حبيبتي يا عزازة يا لميس. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشين يومي، حاطين لي ابره في دلوقتي. سلامتك. حاطين لي ابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. وليس ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جدو. حبيبي تميقني. ايوه يا بطي حطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض. أنا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامة يا بيسو. بيسو؟ شفتي عملوا فيا إيه في السجن؟ خضتيني عليكي، عملوا فيكي إيه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ أيوة سم في الأكل. حبيبتي يا قطوطة بعد الشر عليكي، أنتِ لو جرالك حاجة مين هيحكي لي حواديت؟ أنا حبيبتي أنا أحكي لك تاني، أجي لك وأنا عفريتة حتى. الرشوة أهي. إيه ده؟ إيه؟ إيه دي بطاطس؟ لا شوكولاتة. بطاطس إيه؟ شوكولاتة؟ أيوة. شوكولاته شوكولاته؟ اه. والنبي؟ ايوه. حلوة أوي. حبيبتي. بنا خليك ليا ويدلعك ويزغللك ويعطاتك وياخدي حلوة يهد يا بطة، ياخدي حلوة يهد يا بطة. أم 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 أم. خلاص دلعتيني وهنمتيني، بقى إيه اللي حصل؟ حصل إيه؟ هيكون إيه يعني غير الحدوتة؟ يلا. حدوتة؟ بيتي إيه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي أهو. جاي لك اهو وجاي معانا كلوكوز. لحمية فتحية. انا اطلع لهريسة ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليب الديانة؟ الديانة بتربصين له في كل حتة، خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده اللي جنبه ده. ايوه هتطلع في بين في شبال. ايوه في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطله في البين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا له في البخت ده اللي اسمه ليمبي، واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمده يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده، الصبر حلم وكل وقت وله اداء، والليمبي ده تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ اقرا على روحك الفتح. ده إيه يا عم أنت يا عم؟ اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا الليمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. اللمبي من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول، مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ والنبي يا عم انا مش مسيدة زينب والله، يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره، طب يركب طعم دواسات وحياة امك لاجي باسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدري عليا، لو ربنا كرمه وقام بسلامي لاذبح جدي واوزع على البلد كلتها. عيب عليك يا راجل خديش، هو الزعيم مهامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ابتدي فوق اهو. الكنز اللهم صل على النبي. انت ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بيخطرف يا رجال. ايوه صابت، الحمد لله على سلامتك يا بطل. ارفع ايدك على السلام. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا تغرب عنك لو ركبت. ريحني. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحي. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني بينه. كل اللي بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخد بالك بزيدي. يا عم استنى، انت ما مش عارف التمييز اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظة فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكية. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبي، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. طب لكن ده شكله ده ضربني انا. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسة الكلب ما هعتاد، وإن كان العمة ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أنا هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ إيه ده؟ مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح.
وانا هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رأي؟ اخرس انت هلا، حط بلغة في بقك. احنا يا عمده جربنا معاها الشده كتير وياما، يعني كانت عملت حاجه؟ كلب ولا يسوى زي ده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمده الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخلص انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص. احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم، وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل، هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف خاف يا نغه، افتح الباب يا خيخ. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه، فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب، الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حاطط يدك في يده. يعني أني أني إيه ده؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على إني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمده معفن، عمده هزو. انت واهلك اللي هزو وعيله واطيه ولا عيوان. طخ الواد ده عيارين عديم الرمايه. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهوش كده يعني؟ تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه، ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكم بسنانهم ويقطعوكم نساير نساير. ولا علوان، استوسخ لي سكينه مصديه وهاتها عشان احس بيها رقبه الكلب ده. سكينه ايه يا عمده؟ بس تعالى تعالى، بس تعالى، بس ابني يا في الشغل. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. اصلي عليك وتفي. الحمد لله، الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. الحمد لله على سلامه يا سعيد. سلام عليك. الف سلام عليك. خلاص تمام، لحد يجي تاني. انا خفيت، انا خفيت خلاص. بطي يلا يا اختي انت وهي، يلا وعوني عرض كتافكم. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامه يا اختي. يلا يا اختي. يلا واكبر اختي. وفي برضو والنبي يابا علقيني على براد الشاي عشان اعمل كوبايه شاي لسيليبي. حاضر يا روح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. النبي يا رب تسمع مني. واني هنام شويه بس. عيلة متفهمة. سلبتك يا سيلبي.
ما بلاش سلب دي، يعني سلب دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده بيطلع عسل. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي في عينيك، بحس ان في مصيص من الامل جاي. في سفينه ميه، كفايه ميه، كفايه ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمان نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم بنفسك يا سيلبي. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده يا بنت بالراحه. بص العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبه السكر، وام بتجيب الشام المزارع كينيا، وبنت قابزه على رجله. بنتك سيبتيش يا سيلبي؟ لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي، خليك معانا يا عم الحج وانت نايم كده. ها بص بقى، انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه. طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. يا الف بركه. ده كمين ولا ايه؟